السلام عليكم ورحمة الله، كديري لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال يا ربي. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا لي فون دو كيش، الطريقة ديالهم كيفاش كيتصايبوا. صراحة كيجيو واعرين، كيجيو مقرمشين وبحال لاباط فيتي من الداخل، طريقة زوينة. وغادي نقول لكم العجينة باش كيتوجدوا، وأيضا غادي نعمرهم بواحد الحشوة اللي لذيذة ولذيذة بزاف. غادي نمشيو مباشرة للطريقة وفيديو او لا فرجه ممتعه. ايوا المهم البنات، بديت على بركه الله. دابا هاد التقديه هادي جابتها لي ماما، غادي نوريكم التقديه اللي تقديت على حسب هاد الكوموند. وصافي هنا عندي 4 ديال الزبدات ديال المارغرين. اول مره كندير هاد الماركه حيت ما لقاتش، غادي نديرها في الثلاجه حيت خاصها تكون بارده. وغادي ندير هاد الميكه الزجاجيه اولا الزجاجيه اللي بغيت نتبعك. المهم هادي ميكه الزجاجيه البنات، هادي اللي غادي ندير فيها لي طاط. وهذا البنات الزعتر، باش غادي ندير هذا الزعتر خاصو يتنقى باش غادي ندير سميتو البيتزا. هذا بيتزا، هاد دقيق تا هو اول مره كنجربو. وعندي هنا البيض، غندير هاد الشيء يبرد وندير واحد شويه ديال الماء حتى هو يبرد في الثلاجه ورجع معاكم. اول حاجه البنات غادي ناخذ كيلو ديال الدقيق نغربلو. انا هنا غادي خصني 4 الباكيات، كل كيلو ديال الدقيق كيخرج 4 الباكيات. كل باكيه كتكون فيها 12 حبه. مثلا درتي نص كيلو غادي يخرج لك 24 حبه، درتي كيلو غادي يخرج لك 48 حبه. المهم انا دابا غادي نبدا نجمع في المقادير ونرجع معاكم. وهنا اول حاجه البنات غادي ندير الملح، هنا الملح اللي بقات غادي نديره هنا. غادي ندير معلقه ديال السنيده، المعلقه ديال السنيده ما تكونش عامره، شوفوا كيفاش دايره راه ما عامراش. هنا بالنسبه للكيلو ديال الدقيق غادي نحتاج نص كيلو ديال الزبده. هنا خديت الزبده باش نسهل عليا المهمه، شديتها وحكيتها على هذا الشكل هذا. هنا اول حاجه نخلط بعدا هذا الشيء هنا ديال الدقيق مع داك السكر والملح، ومن بعد غادي نزيد الزبده، نزيدها هنا فوق العجين فوق هذاك الدقيق باش نبدا نرمل. كنجيش ونعجن هو يعني ما كنجيش ونعجن من الاول، نرملو عاد باش من بعد كتجي المرحله ديال العجينه. حيد بعدا هذا الشيء وغادي هكا نبقى نخلط في العجينه مع الدقيق حتى ترمل ليا العجينه، يولي عندي واحد الخليط مرمل، وديك الساعه نرجع معاكم ان شاء الله. كما كتشوفوا البنات ها هي، راني بقيت كنرمل فيها حتى ولات بحال هكا. ملي كتجمعيها هكا في يدك شوفوا كيفاش كتفرتت، هذه كتسمى راها مرمله، ما خاصش تبقى فيها حتى هكا. واخا غير شويه ديال الزبده هكا يبقى يدور مع الدقيق ما خاصوش يبقى. فهاد العمليه مهمه بزاف تخدموها، تبقاو هكا راه تقريبا بقيت واحد 10 دقائق وانا هكا كنرمل فيها بيديا بجوج. من بعد البنات غادي ندير الصفار ديال 4 البيضات، يعني 4 ديال الصفار. بالنسبه للماء غادي نحتاج 100 مليلتر ديال الماء، يكون بارد بارد يعني بارد مزيان. هنا غادي نخلط هذا الصفار هذا، نخلطه مع هاد الخليط هذا المرمل ديال الدقيق مع الزبده، وعاد ديك الساعه غادي نبدا نعجن فيه. غادي نوريكم الطريقه ديال العجينه كيفاش كتكون. وكيف ما كتشوفوا البنات دخلت هذاك الصفار ديال البيض مزيان، ودابا غادي نبدا نعجن. غادي ندير نصف الكميه ديال الماء ونبقى هكا، ماشي كنعجن كندلك، غير كنخلط هكا غير بصباعي، لان هاد العجينه البنات ما كتبغيش تدليك، ما تصدقش لك الا ما كانت هكا مدلوكه. غادي هكا المقار كنجمع فيها غير هكا كيف ما كتشوفوا، حتى غادي تجمع ليا غير بوحدها، يعني انا نبقى هكا غير تابعاها وكنجمع فيها، لان راه فيها كميه ديال الزبده اللي غتكفانا انها تجمع لينا. فواخا تبان لكم هكا كتبان هكا من الاول المرمله ما غاديش تجمع، ولكن حاولوا معاها راها غادي تجمع لكم. والا كنتم مضطرين باش تزيدوا شويه ديال الماء فزيدوا تقريبا واحد جوج معالق ديال الماء.
كما كتشوفوا البنات راني كنحاول انني نجمع فيها. هي راه خاصها تكون قاصحه ما تكونش مرخوفه، داكشي علاش قلت لكم الماء ما تزيدوش فيه بزاف. الا إيه اضطريتو زيدوا جوج معالق ديال الماء يكونوا باردين. هنا راني ما زدت لا ما لا والو، غير هكا كنحاول انني نجمع فيها وما كندلكش. الا لاحظتوا راني ما كنديرش داك الدليك، غير كنحاول باش نجمعها. وبالنسبه للبنات اللي غادي يقولوا لي اللي عندهم هكا العجانه، ففي الاول تخدموا الزبده مع الدقيق هو الاول، ملي تزيدوا الماء تبدلوا ديك تبدلوا ديك الـ ديك الـ ديك الاداه اللي كتعجن، وديروا ديك الاخرى مع شنو كنقولوا ليها الباليت، وقيله هذيك هي ديال مختصف هكا ديال العجينه اللي كتكون مرمله، فراه هذيك ما كدلكش. ما بغيتوش تستخدموا غير يديكم كيف ما انا دايره، شوفوا راها كتجمع بشويه بشويه كتجمع. هي خاصها تكون قاصحه، هذه هي لاباط بريزي، خاصها تكون قاصحه ما خاصهاش تكون هكاك جاريه ولا شي حاجه ولا خفيفه. كيف ما كتشوفوا ها هي راني جمعتها هكا، غير هكا غير شويه بشويه تجمعات ليا. شوفوا كيفاش خاصها تكون، خاصها تكون شاده راسها ما تكونش مطلوقه. صافي غادي نحاول هكا نجمع داكشي كامل اللي بقى ليا في البانيو، وهذه ضروري غادي تبقى على الاقل نص ساعه في الثلاجه البنات، اولا نص ساعه في الفريغو، ديروها نص ساعه في الفريغو البنات باش تبرد ليكم. الا كنتو واقفين عليها ديروها نص ساعه في الفريغو، ما كنتوش واقفين عليها ديروها غير في الثلاجه لتحت الثلاجه العاديه وخليوها. انا غادي نبسطها باش يدخل معاها البرد مزيان ديال الفريغو، لان هي باغي نخدم بها اليوم لحقاش عندي فيها كوموند، وقلت ضروري غادي نشاركها معكم لان هذه هي المناسبه. الا يعني درتها في وقت اخر ما غاديش تكون المناسبه ديالها، وما كاين ما احسن هذه المناسبه هذه ديال العواشر هذه، وشعبان جاي والناس كتصوم وكتبغي تكوموندي على بحال هذا الشيء. غادي نبسطها هكا راني كيف ما كتشوفوا كان يعني بسطتها. ها هي غنديرها في الفريغو نص ساعه ورجع معاكم. صافي البنات هنا من بعد ما تقريبا دازت نص ساعه جبت واحد الرولو هكا باش نسرح العجينه، ورشيت هذاك الرخامه هكا بالدقيق وبديت كنسرح فيها، نخليوها واحد شويه هكا شويه غليظه باش كتبقى على اي، هي واخا كتخليوها غليظه راها ملي كتدخل الفران راها كتخوى من الوسط، كتولي هكاك بحال العجين المورق كيكون هكا مورق، واخا يكون طيب كيبان لكم انه راه مورق يعني ماشي كتعجن. صافي كندير القياس وكنخليهم يرتاحوا، انا ما كنجيش نخدم بهم مباشره لانهم كيكونوا مازالين مرتاحوش وما غاديش يتسرحوا لينا مزيان. هنا راني زدت سرحت واحد الكميه واحده اخرى صافي، وكناخذ هاد القوالب هادو. هاد القوالب البنات كيديروا درهم ونص، راه موجودين كاينين في القريعه في درب عمر. مهم الا بغيتو نتوما كميه كثيره اولا هكا واحد الكميه كثيره راه تقدروا تفاهموا معاهم انهم ينقصوا لكم في الثمن. صافي هكا كنبقى ندور، ومن بعد كنجيب واحد الفرشيطه، الفران كيسخن مزيان على درجه حراره 200، نجيب فرشيطه هكا نبقى نتكهم وندخلهم الفران. غادي ندوز معكم البنات باش نصايبوا الحشوه اللي غادي نعمروا بها هاد لي مينيكيش، لان غادي ندير مينيكيش غادي نعمرهم، فغادي نبيع ثلاثه الباكيات واللي بقى غادي ندير منه مينيكيش صغير معمر. اول حاجه غادي ناخذ مقله ندير فيها الزيت تقريبا واحد 4 المعالق ديال الزيت، وغادي نشحر ديك البصله عاشي شويه ماشي بزاف. بالنسبه للحشوه البنات فهي اختياريه، اللي بغى يدير اي حاجه يديرها حسب المتوفر عندكم في الدار. غادي نزيد عليها نص فلفله حمراء ونص فلفله خضراء ونحرك حتى هما نخليهم هكا شويه يدبالوا، ونزيد عليهم جوج فصوص ديال الثوم يكونوا صغار ما يكونوش كبار. وغادي نزيد القياس ديال الكفته اللي عندي، اللي عندكم كفته ديال الدجاج اولا طريفه الدجاج اولا الخضره بوحدها اولا الطون، اي حاجه بغيتو ديروها ديروها ماشي مشكل، فكيبقى كل واحد حسب المتوفر وحسب الذوق. هنا بقيت كنحرك هكا في الكفته حتى بدات هكا كتشحر، زدت عليها العطريه
ما نكترش بزاف ديال العطريه، لان هذا الشيء بحال هاد الحشوات ما كيبغيوش يكونوا فيهم عطريه بزاف بزاف. ماشي مازال مسمن اللي تيكون معمر بالخضره، ولكن بحال هاد الحشوات هادو كيبغيو يكونوا خفاف. درت الملحه، البزار، سكنجبير، الكركم، شويه شويه من الحاجه، ودرت مليحه بطبيعه الحال، والملحه غير شويه لان من بعد غادي نديروا الفرماج. والزيتون ايضا تيكون فيه واحد النسبه ديال الملوحه. خلط كما قلت لكم، نخلط مزيان مزيان ونطفي عليه ونخليه يبرد تماما. هنا غادي نوريكم لي كيش اللي خرجتهم من الفران، كيجيو مقرمشين وكيجيو البنات بحال البات فويتي من الداخل. غادي نهرس لكم وحده قدامكم وتشوفوها. فكيف ما قلت لكم البنات، كيجيو هكا مقرمشين ومن الداخل هكا مورقين، كيجيو رائعين. نتمنى انكم تجربوهم. فهنا راه سمحت في هذه الوحده هذه باش نوريها لكم. من بعد عاد باش غادي ندوز ان شاء الله باش نصايب ديك حنا كنقولوا لاباغاي او لا الخليط اللي كنرافقوه مع هاد الحشوه. غادي ناخذ واحد ربعه ديال الفرماجات اللي غادي نمعكهم، نزيد عليهم دانون مصوص. البنات هاد دانون مصوص لذيذ بزاف بزاف بزاف، كيجي رائع في هادشي ديال المعجنات، وحتى المسمن الا درتو دانون مصوص كيعطي واحد البنه زوينه، وحتى هو دانون مصوص يعني بوحدو الا كلتي كتحسي انه بنين. فهنا كنمعك مزيان مزيان مع هاد ربعات الفرماجات. و الا كان عندكم الخليط او لا الميني كيش مضاعفين فضاعفوا حتى هاد الخليط هذا. من بعد البنات غادي نزيد بيضه، عفوا ثلاثه البيضات، غير هو ملي تضاعفوا الخليط ما ديروش سته البيضات كلهم، ديروا خمسه او اربعه كبار. درت مليحه شويه ديال البزار، نخلط مزيان مزيان مزيان. ومن بعد غادي نزيد نجيب هذاك الخليط ديال الكفته والفلفله والزيتون، نضيفهم على هذا الخليط اللي وجدت ديال البيض ودار. كيف ما قلت لكم البنات، كنخلط كل شيء مزيان مزيان، وكنبدا نعمر في هذوك لي ميني كيش او لا لي ميني طارت اللي عندي. فانا هنا الحشوه غادي تشات ليا منها القياس ديال جوج ديال لي طارت كبار، غادي نعمرهم. صراحه البنات كيجي واحد الحشوه اللي كتجي بنينه بزاف بزاف، ما تخيلوش شحال كتجي بنينه. غير جربوها وردوا عليا الخبر. يمكن لكم تعمروا هاد لي طارت او لا ما تعمروهمش بزاف، كل واحد على حسب الرغبه ديالو. انا كيعجبوني هكاك يجيو عامرين وباينين. من بعد غادي تشوفوهم كيفاش غادي يجيو. فهنا يمكن لكم طيبوا هاد لي ميني كيش نص طيبه وعاد تعمروهم وعاد تردوهم الفران، ولكن باش تربحوا الوقت من الاحسن انكم هكا واخا هكا كيكونوا عجينه. فهنا راني ما تكيتهم ما والو بالفرشيطه، مازال الاخرين تكيتهم هادو لا، فخليتهم هكا كعجينه وزدت عليهم هذاك الخليط اللي قلت لكم. هادو هنايا كنجمع 12 في كل باكيه، وكل باكيه كتباع ب20 درهم. فكناخذ ديك الميكه الجاجيه هادي البنات، راه بالنسبه للبنات اللي كيخدموا في هاد الدومين هذا، فمن الاحسن تشريوها من دابا، لان قال لينا السيد انها ما غاديش تبقى بزاف. من الاحسن تاخذوه، هي كيبان فيها كيبانوا فيها لي كيش هكا كيعطيو منظر زوين، من الاحسن انكم تاخذوا منها من دابا. وكيف ما كتشوفوا هنا راني جبتهم بعد ما طابوا. غادي ندير الفرماج وهما في هاد الليمون هادو، باش كيبقى هكاك شادين السخونيه، لان ما غاديش نعاود نرجعهم للفران. غادي هذاك الفرماج يذوب غير بديك السخونيه ديال لي كيش، وعاد نتسناهم شويه يبردوا عاد نبدا نديمو لي فيهم. فكيجيو رائعين البنات وبنانين، وزعما ديال العراضه وديال انك هكا تحطيهم في الطبيله ديالك وتزينيه بهم الطبيله ديالك، فكيجيو رائعين. نتمنى انكم تجربوهم. بالنسبه للثمن ديال هادو البنات، فكاين اللي غادي يسولني، فهادو البنات 8 دراهم الوحده على حساب دجاج اولا كفته اولا حوت. فهادو ديال الكفته ف 8 دراهم الوحده، وصراحه كيستاهلوا داك الثمن لانهم كيجيو رائعين. انا غادي نحل لكم وحده من الداخل باش تشوفوا، كيجيو مورقين وديك الحشوه كتجي هكاك عامره من الداخل، وزعما شي حاجه ديال النفس. غادي نحل لكم حتى الاخرين.
فكيف ما كتشوفوا انا قسمت هاد الاخرين الكبار حتى هما، صراحه كيجيو رائعين. وهكاك مقرمشين في العضه، غادي هكا نعضهم باش تشوفوا زعما نتوما العضه. فهنا كنوريكم هادو اللي كيتباعوا، فيمكن الناس انهم هما كيعمروهم باش ما بغاو. غنقول لكم خليت لكم الراحه والسياحه، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.